السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عندنا سيارة سيلفرادو تراك تاربو 2000. واللي حصل بقى ان الراجل الطيب ده اما غير ايه الكام شافت. خلينا نروح نشغل السيارة ونشوف. زي ما انت شايف كده بنحاول نشغل السيارة كذا مرة كده، تشتغل وتطفي تشتغل وتطفي، زي ما انت شايف كده تشتغل وتطفي. بعدين ايه ما ندوس على بدال البنزين تفضل شغاله معانا. اول ما نشيل رجلنا من على بدال البنزين تقوم فاصله تاني. اسمحوا لي بس الاول قبل ما نروح نفتح الفي سي ام اديتور نعرف بس احنا عايزين نعمل ايه. اول خطوه احنا عايزين نعملها ان احنا عايزين نرفع الار بي ام في الايدل. فنروح على نفتح الفي سي ام ونروح على انجن ايدل ار بي ام، وادي هنا البيز سيت بوينت، ونفتح البيز تيبل. لو فتحنا هنا هنشوف ان في درجات الحراره المنخفضه هنبص نلاقي الار بي ام عباره عن 575 مثلا في الخانه دي، 525 او في الخانه دي 525. احنا عايزين في درجات الحرارة المنخفضة دي نرفع الـ RPM لما لا يقل عن 750، يعني نخليها 750. فاحنا عايزين نوصلها لـ 750 RPM وهي عندي مثلا 525، يعني عايز ازود 225. فاجي هنا وحط 225، بس هنا انا عايز ايه ازود الجدول بالكامل. لما تحب تزود الجدول بالكامل تضرب على المربع ده، ظلل لي كل الجدول حتى لو في حاجات مش باينه، هو ظلل كده كل الجدول. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نرفع الار بي ام نوصله ل 750. فانا دلوقتي حطيت 225 وشوف هنا اد اهو، ونضرب على اد شوف ايه اللي هيتم اهو. بعد ما ضربنا على اد اللي كانت 525 اصبحت 750. كده احنا في الخطوة دي زودنا الـ RPM وصلناه في المناطق المنخفضة الى 750 RPM. طيب دلوقتي بقى ايه نشوف ايه الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها هنزيد الـ Airflow. فنروح برضو على الـ VCM و Engine ايدل ونخش على الاير فلو، ونروح على بيز رانينج اير فلو، ونفتح الايدل اير فلو تيبل. ادي الجدول بتاع الايدل اير فلو اللي انا عايز ازوده. فبص الاقي برضو ان في درجات الحراره المنخفضه اللي عندي الجرام بير سكند، جرام بالثانيه، هنا احنا عايزين نوصلها ل 14. هنا في حاجات اقل من 14 جرام بالثانيه، عايزين نوصلها ايه ل 14. هنا بقى مش هنختار الجدول كامل، لا هنختار الخانات او الخلايا اللي فيها قيمه الجرام في الثانيه اقل من 14. انا كده ظللت الخانات دي بالذات او الخلايا دي او السيلز دي، واجي هنا انا عايزها تبقى كام؟ عايزها تبقى 14 او 14. هنا لو دقيت على يساوي او ريبليس، يعني بشيل الارقام اللي هنا واحطها بالرقم اللي انا عايزه جديد اهو كده اهو، اصبح زودت انا هنا الجرام بير سكند اللي هو الاير فلو. ماشي اذا كده احنا ايه يعني ان شاء الله انتهينا كده ايه من الخطوه الثانيه، ونرجع لكم تاني ان شاء الله. وبعد ما انتهينا من الخطوة الأولى والتانية، الخطوة الأولى اللي هو رفعنا فيها الـ RPM، والخطوة التانية زودنا الـ Airflow في الأيدل طبعا الحالتين دول، هنخش على الخطوة التالتة اللي هي تسجيل ما تم تعديله لكمبيوتر السيارة ونشوف. فهنا هنعمل فلاش رايت فيكل، وهيبدأ البرنامج يسجل، ندوس على رايت وهنا هنرجع نشغل السيارة وان شاء الله يكون الخطوتين اللي احنا عملناهم يساعدونا او يساعدوا السيارة في انها تقوم وتشتغل. يلا بسم الله كده
بسم الله. اشتغلت السيارة، اشتغلت تمام، والرجل اهي مش على بدال البنزين، اشتغلت لوحدها ومستمرة، والحمد لله رب العالمين. والسيارة كده زي ما انت شايف هي ماشية طبعا، بس مش بسرعة، شايف الار بي ام يعني مش مرتفع كتير ولا السرعة. العداد ده هو بتاع الاير فيول ريشيو بيديني قراءة تقريبا قريبة من الاتناشر، يعني احنا في حالة ريتش، يعني عندي كده بنزين زيادة. وبرضه احنا ماشيين بالسيارة كده شوية شوية، يعني مش دايسين الدعسة جامد بحيث ما نخشش على بقى الاوبن لوب والحاجات دي. هنيجي نبص نلاقي ان العداد بتاعنا شوية شوية وصلنا الى الرقم اللي احنا عايزين نوصل له، اللي هو تقريبا 14.7 او 14.7، يبقى احنا كده المعدل بتاعنا مظبوط.